السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة هعمل معاكم صينية مسقعة خفيفة جدا وفيها تتبيلة كده هبتدي مزازة للبتنجان، بتبقى طعمها حلو قوي. الوصفة دي تنفع للناس اللي بيعملوا دايت او للناس اللي هما بيحبوا ياكلوا اكل صحي، يعني هتنفع في كل الاحوال يعني، وكمان توفير للزيت. اول حاجة هنا معايا بتنجانة وزنها كيلو، هي بتنجانية كبيرة. بعد كده بتقشريها كويس وتقطعيها حلقات بالشكل ده، حاولي تقطعي الحلقات تبقى حلقات كبيرة. شايفين الحلقات تبقى كبيرة ازاي؟ عشان خاطر بس احنا هنستخدمها واحنا بنرصها في الصينية، وعايزينها تاخد معانا مساحة. وبعد كده هرش عليها شوية ملح وهقلبه فيها كده، واسيبها حوالي نص ساعة لساعة عشان تنزل المية كلها اللي بتبقى سودة في البتنجان دي، وبتخلي البتنجان كمان طري وسهل معايا في التسوية، بيستوي بسرعة. التتبيلة بقى اللي هتدي مزازة للبتنجان هي بقدونس مفروم، ومعانا هنا برضو 3 فصوص ثوم مفرومين، ومعانا عصير ليمونتين كبار. هحط الليمون الثوم والليمون على البقدونس وهقلبهم، وبعد كده هحط عليهم هنا الملح وكمون وكزبرة ناشفة، بس مش هحط عليهم اي حاجة تاني. هقلبها كويس وهركنها كده على جنب لغاية لما البقدونس يجيب برضو المية اللي فيه كلها مع عصير الليمون، هتدي مزازة حلوة قوي. هجيب بعد كده هنا طاسة تيفال، هحط فيها معلقة من الزيت وهدهنها، وببتدي ارص البتنجان واحدة واحدة كده جنب بعض لحد لما ياخد لون كده ذهبي من تحت، هبتدي اقلب فيه. شايفين؟ اهم حاجة لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي، ولو مشتركين عندي فعلوا الجرس عشان في ناس بتقول الفيديوهات مش بتوصل لها، واعملوا لي لايك وشير وتعليق جميل منكم على الفيديو. بعد ما خلصت البتنجان في نفس الطاسة بحط معلقة من الزيت، بحط فلفل الوان وبصل متقطع حلقات، اول ما يتبلوا معايا هبتدي احط عليهم طماطم متقطعة مكعبات وهقلبها كده بالشكل ده. بعد كده هكون مجهزة معايا عصير كوباية عصير طماطم تكون متصفية وهحطها عليه. طبعا انت بتحطي الملح بتاعك على حسب ما انت بتحبي. هجيب بعد كده هنا معايا صينية هرص فيها البتنجان، وبعد كده هجيب طبقة تانية بقى هحط فيها الخلطة اللي انا عاملاها اللي هي البقدونس بالليمون والثوم، هحطها عليه بالشكل ده كده. وبعد كده هحط الخلطة بتاعتي اللي انا عاملاها على النار، بعد ما هتتسبك كده هحطها على المسقعة على البتنجان بالشكل ده، وبعد كده هرص طبقة البتنجان التانية. هتكرري نفس الخطوات تاني، تحطي بقى فلفل هنا شطة لو انتي حباه. المفروض ان انا كنت احط الخلطه اللي هي بتاعه البقدونس والليمون دي في يعني فوق البتنجان على طول، بس انا عشان نسيتها فهتلاقوني حطيتها دلوقتي فوق زي كده، انا حطيتها فوق البصل والطماطم اللي انا عاملاه. بعد كده بقى بتدخليها الفرن، اول ما تستوي وتتسبك معاكي عايزه تفتحي عليها الشوايه براحتك، مش عايزه خلاص، وبتقدميها بالشكل الجميل ده. وبالف هنا، جربوها قولي رايكم في التعليقات. باي باي.